السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في هذا الاختبار بإذن الله سأعلمك شيء جديد ستستطيع من خلاله حفظ ما تريد بسرعة وبدون جهد كبير. لنبدأ على بركة الله. دعنا بداية نختبر ذاكرتك بشكل سريع. سأعرض عليك 10 كلمات على الشاشة، أريد منك أن تحاول حفظها كلها أو جزء منها بحيث تخبرني في نهاية الاختبار بعدد الكلمات التي حفظتها. لنبدأ. طاولة، مايكروفون، حاسوب، مسكن ألم، كرسي، عصير، كرة غولف، طائرة، قلم، تفاح. الآن اكتب في تعليقات كل الكلمات التي تذكرتها بدون غش. كيف كان أداؤك؟ كشخص عادي ستتمكن من تذكر من 5 إلى 7 كلمات بدون ترتيب طبعا، ولكن سنجرب الآن طريقة ستجعلك تتذكر 15 كلمة دون أن تنسى ولا واحدة وبالترتيب أيضا. نعم، ولكن هنا سنربط كل كلمة بتخيل معين ونبني عليها قصة، وربما ستبدو لك قصة غريبة. شمعة، تخيل أنك تقرأ بكتاب على ضوء شمعة خافتة بحيث رائحة احتراق الشمع تجلب لك السكون والطمأنينة. شجرة، ثم فجأة قرأت في الكتاب عن أكثر شجرة معمرة في العالم وأن هذه الشجرة بالفعل زرعت قبل 5000 سنة. أسطوانة، تذكرت حينها أنك نسيت أسطوانة الغاز في المطبخ مفتوحة وأصابك القلق أن يحدث تسريب منها، لذلك أغلقت الكتاب الذي بين يديك وذهبت للمطبخ للتأكد من أسطوانة الغاز. هاتف، لما تأكدت من الأسطوانة سمعت هاتفك يرن، وبالفعل ذهبت فوجدت المتصل شخص عزيز عليك. سيارة، يخبرك ذلك الشخص العزيز أن تذهب معه رحلة بالسيارة. فيل، يريدك أن ترافقه إلى حديقة الحيوانات، لديه تقرير دراسي حول حيوان الفيل، فاستغربت أنت وقتها وضحكت، لماذا الفيل؟ فقال لك لأنه كبير مثلك. رمل، لما ذهبت معه إلى حديقة الحيوان وجدت أن الفيل يعيش في قفص أرضيته من الرمل، فسألت الحارس هناك فأخبرك أن الرمل مهم جدا للحفاظ على صحة الفيل. دولاب، كان بجانب الفيل أيضا دولاب غريب، كانوا يدربون الفيل على السيرك على ما يبدو ويحتاجون الدولاب في تدريبه. لوحة مفاتيح، فتحت هاتفك وذهبت إلى لوحة المفاتيح وكتبت رسالة لشخص تعرفه يحب السيرك، كتبت له في لوحة المفاتيح انظر إلى هذه الصورة وأرسلت له صورة الفيل. قهوة، بعد أن انهيت رحلتك مع صديقك ذهبتم لكافيه قريب وشربتم القهوة معا وكانت قهوة ساخنة جدا. مال، أصر صديقك أن يحاسب عن قهوتك كونه هو من دعاك فقبلت أنت المال منه. طريق، وبالفعل عندما عدت لمنزلك لاحظت أعمال صيانة على الطريق. غيوم، كان الجو غائم كله غيوم، مع أعمال الصيانة جعلك الأمر تقود سيارتك بهدوء. الآن اكتب لي كل الكلمات التي تذكرتها في التعليقات بدون غش أيضا. من الطبيعي أن تتذكر من 12 إلى 15 كلمة بهذه الطريقة، وهذا عدد كبير. هذه طريقة تسمى الحفظ بالذاكرة التخيلية. يوجد فرق بين الذاكرة البصرية واللفظية والتخيلية. التمعن بها يحتاج حلقة منفصلة، ولكن الأفضل في الحفظ هي الطريقة التخيلية التي أخبرتك إياها، لدرجة أنني لاحظت أن هناك مواقع تقوم بعمل رسم تخيلي كامل لكل موضوع يصعب عليك حفظه، ترسل لهم ما يتصعب عليك حفظه وهم يقومون برسم قصة تخيلية كاملة حول هذا الموضوع حتى تشاهده وبالتالي تحفظه بسهولة. ولكنني لا أعتقد أنك تحتاج هذا الأمر لتحفظ شيء معين ما دام لديك القدرة على التخيل. أنت فعليا بالحفظ بالطريقة التخيلية تقوم بوضع الأحداث في الذاكرة قصيرة الأمد، وعندما تحاول تذكرها تنتقل للذاكرة طويلة الأمد، فيصعب عليك نسيان المعلومات والتفاصيل حتى لو مرت مدة طويلة جدا، وهذا الجميل بهذا الأسلوب من الحفظ. لاحظت بعض المدرسين خصوصا معلمي اللغة الإنجليزية يقومون بتأليف أغنية معينة لتسهيل حفظ المنهاج على الطلاب. نهاية، جرب استخدام هذه الطريقة في دراستك وأتمنى لك كل التوفيق في عملك وفي دراستك. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.